أيهما أحسن، مرة العضلة مرة ولا مرتين في الأسبوع؟ فمن نعرفوا الراحة بين سيري وسيري، لكن سيري في حد ذاته أشكو نعرفوا شحال لازم الوقت؟ أشكو على بالكم بعض العضلات في الجسم تاعكم لكم تمرنوا فيهم كاين عضلات تحتهم إذا تطوروا يزيدوا يطوركم العضلات لكم تلعبوا فيهم ويبرزوا أكثر؟ أشكو على بالكم العضلة في حد ذاتها لكم تمرنوا فيها فيها عدة أنواع تأليف عضلية، وكل نوع من الألياف العضلية هذه عنده طريقة تدريب اللي تأثر عليه باش يكون النمو أفضل وأفضل. السلام عليكم، مرحبا بكم، معكم يوسف الامين كوتش سبورتيف مدرب رياضة كمال الاجسام وتغذية رياضية. الموضوع اللي غادي نحكو فيه اليوم غادي نحكو على العضلة الضعيفة، شيء احسن طريقة اللي تستعملها مع العضلة الضعيفة ولا اي عضلة باغي تطورها في الجسم تاعك، ولا الجسم تاعك للعموم ممكن موش يطور لذيك الدرجة يعني اللي راك باغيها تا ولا الهدف اللي راك مسطروته، باسكو ممكن الكثير اللي عندهم مشكلة تاع قادر يكون عنده برنامج غذائي محسوب على حسابه، برنامج تدريبي يعني خادمه على حساب لي بوان فابل تاعو كاع، ولكن بعد مده كي طلع الجسم تاعو سيب الجسم تاعو ما تطورش كما راه باغي هو، ولا عنده عضلات بقات ضعيفه، ولا العضله في حد ذاتها فيها مناطق بقات ضعيفه تطورت في مناطق ومناطق بقات ضعيفه فيها. غادي نطرحوا هذا الموضوع ونطرحوا على اساس علمي، باسكو بزاف الناس اللي تطرح الاسئله هذه وما يصايبها اجابه يعني مقنعه اللي تقتنع بها وسيفري تروح تخدم على الاساس هذا تاع الاجابه هذه. اليوم غادي نشرحوا كلش، سيو تركزوا معنا مليح في لا فيديو هذه، سيو تركزوا معايا مليح باسكو غادي نمد بزاف معلومات ومعلومات هامه بالبزاف. نبدا بالنقطه الاولى، بزاف الناس ولا غادي نوضح النقاط اللي غادي نحكوا عليهم. اغلب الناس غادي تطرح هذا السؤال، اسكن مرن العضله مره ولا مرتين في الاسبوع ايهما احسن؟ النقطه الثانيه، كما درنا نعرفوا بلي الراحه بين السيري وسيري شحال تكون، ولكن السيري في حد ذاته شحال لازم يكون عنده وقت. النقطه الثالثه، بزاف الناس ممكن ما تعرفش هذه النقطه، العضله اللي تمرن فيها كاين بزاف عضلات في الجسم تاعك اللي تمرن فيهم كاين عضلات تحتهم، يعني اذا عرفت تطور العضله اللي تكون تحت العضله اللي باغيها كل ما تكبر كل ما العضله اللي باغي تطورها غادي تبرز وتبان اكثر. غادي نمدوا امثله على الشيء هذا. النقطه الرابعه واللي هي الاهم واللي لازم تركزوا عليها مليح، العضله في حد ذاتها اللي تمرن فيها فيها عده انواع تاليف عضليه ما فيهاش نوع واحد، وكل نوع عنده طريقه التدريب تاعو اللي يطور اكثر. اذا فهمت هذه النقطه وتعلمتها مليح غادي تولي تعرف كيفاش تريني وتعرف كيفاش دير لي بروغرام تاعك مالغري ما يكونش عندك مدرب، ولا تقدر روحك وتتحكم في الكور تاعك وتفهم الكور تاعك كيفاش التدريب اللي يخرج عليه. هذو النقاط غادي نطرحهم، وغادي نطرحوا بعض النقاط فني ثانويه. نبداو بالنقطه الاولى، اسكن مرن العضله تاعي مره ولا مرتين في الاسبوع ايهما افضل نمو العضله تاعي؟ كاينين ميتا اناليز دارت على 10 بحوث ودراسات في مخصوص الموضوع تاع مرن العضله تاعي مره ولا مرتين في الاسبوع. نتيجه تاع الدراسه قالت كل ما تمرن العضله مرتين في الاسبوع يكون عندك نمو عضلي وتطور في العضله اكثر بكثير من انك تمرنها مره في الاسبوع. وغادي نخليكم اللي تاع الدراسه هذه اللي بغى يزيد يطالع عليها. نقطه ثانيه فيما يخص كامل كما قلنا نعرفوا الراحه بين سيري وسيري، ولكن سيري في حد ذاته سي دائما كي تلعب ما تهبطش تحت 30 ثانيه، ما تهبطش تحت 30 ثانية. سي في سيري تاعك اللي كنت تلعبوا دي وقتك وسي ركز مع العضله تاعك وسي بريسك تروح الهاي انتسيتي ترينين كشول، يعني تكون عندك شده على العضله سي كشول تضغط على العضله، باسكو كل ما زادت الشده تاع التمرين كل ما زادت الشده على العضله تاعك كل ما زادت لاسانتيس تاع بروتين في الكور تاعك، يعني كل ما زادت التخليق تاع البروتين في الكور تاعك. هذه النقطه الثانيه. النقطه الثالثه فيما يخص العضله، فيما يخص العضلات اللي كنا هضرنا عليهم، عضلات يكون تحت العضلات اللي كنت تلعب فيهم، غادي نعطيكم امثله. باريزوم كيما البيسبس لنا كما نعرفوا بلي بيسبس عندنا راسين هذو باينين اللونغ هاد وشورت هاد، تحت البيسبس تاعك كاين مشكل واحد اخر يعيطوا له البراكيال. غادي نخليكم دي زيرسيس، خليكم دي فوتو تاع بعض التمارين اللي تلعبهم. كاين دي زيرسيس بزاف ولكن كاين لي كومبليكي، غادي نخليكم زوج ولا اللي يكونوا سامبل. كل ما تطور العضله هذه كل ما البيسبس تاعك يولي يبان اكثر، كل ما تكبر هي كل ما البيسبس تاعك يكبر. كاين منطقه واحده اخرى في الجسم تاعنا كاين بزاف اللي يكون ممكن يكون عندهم ظهر تاع معرض ولكن في الوسط يكون خاوي. كما نعرفوا الترابيس تاعنا يتقسم على ثلاثه، كاين سوبيريور وكاين المويان وكاين الانفيريور. تحت المويان عندك اربعه عضلات، بزاف اللي ما يعرفهمش عندك اربع عضلات يعيطوا لهم رومبويد. هذو اربع عضلات غادي نخليكم كيف كيف دي فوتو تاع ليزيرسيس تاعهم، كل ما تطورهم كل ما تدمر لك كل ما تدمر لك الترابيز المويان تاعك وكل ما ظهرك يولي يبان كبير. هذو شول عفايس صغار بزاف الناس ما يعرفوهمش وبزاف الناس ماهوش مركزين معاهم ولكن يخلقوا ديفيرونس كبيره. بون هذا بريسك بعض الامثله على الامر هذا باش الفكره توصلكم. نرجعوا للنقطه الاساسيه اللي هضرنا عليها هي انواع تاع لي فيبر في الميسكل تاعك. كاين نقطه لازم تفهموها ولازم تكون عندكم كاع، الجسم تاعنا فيه انواع تاع انسجه عضليه. النوع الاول هو لو ميسكل كاردياك ولا لو ميسكل اوتونوم، هذا انيكمون في عضله القلب. النوع الثاني
هو لو ميسكل ليس ولا لو ميسكل انفولونتير، وهذا يجي في لي زورغان تاعنا كيما لي ستوماغ وكاع. النوع الثالث هو لو ميسكل تاع السكولات تاعنا ولا لو ميسكل فولونتير اللي حنا نركزوا عليه بالبزاف. هذا الميسكل في حد ذاته فيه عده انواع الياف عضليه، ينقسم الى نوعين الالياف العضليه. عندك لي فيبر ا كونتراكسيون رابيد ودي فيبر ا كونتراكسيون لونت. لي فيبر ا كونتراكسيون رابيد ولا الياف سريعه الانقباض ولا الالياف البيضاء كاللي ممكن نسمع بكلمه البيضاء والحمراء، الياف بيضاء وحمراء. النوع هذا الاول ما يحتاج دي ريبيتيشن كبار ويحتاج لا شارج تكون كبيره شويه باش تاثر عليه وتقطع لي فيبر هذو. وهذا في حد ذاته ينقسم الى عده انواع فني، مش باغي نزيد نتعمق بزاف على ينقسم عده انواع. دوك نفهمكم فكره، هنا يحتاجوه فني، احنا نحتاجوه، احنا اللي نلعبوا ميسكيلاسيون نحتاجوه في ديك لي ريبيتيشن تاع من 8 10 12 حتى 15 وتكون لي شارج عاليه شويه. ويحتاجوه جماعه اللي يلعبوا الحمل الحمل بالقوه، جماعه الحمل بالقوه وين يشارجي ماكسيموم ويلعب بي سيري وحده. كاين دي فيبر اللي يحتاجون في الامر هذا، على هذه اللي كشو دوك نوضحكم ذو النقطه مع التالي. نرجعوا للنوع الثاني والالياف بطيئه الانقباض ولا الالياف الحمراء، هذه تجي غنيه بالميتوكوندري ميوغلوبين، تحتاج الاكسجين بالبزاف. هذه لونترينمون تاعها كيفاش تكون؟ يكونوا لي سيري بزاف، سي ما تكونش شارج كبيره يعني ديك الدرجه، ولكن لي سيري يكونوا بزاف. وهذيك شو تنجم تقول عليها تحتاج ليزيرسيس كيما تاع قوه التحمل وكاع. هذا العضله كل ما تكون لي سيري بزاف وشو تدفعها بالبزاف باش تقدر تاثر عليها وتقطع الفيبر تاعها وممكن تطول. لكن حنا كي نرجعوا للنوع الاول، العضلات سريعه الانقباض هي اللي تشكل لا ماجورتي تاع لا فورس تاع المشكل تاعك، يعني لا ماجورتي تاع القوه تاع المشكل تاعك، وهي اللي عندها قابليه النمو اكثر، يعني هي اللي تتطور وهي اللي تكبر بالبزاف. هذه اللي لازم نركزوا عليها احنا في المشكلاسيون، الاخرى ماشي نسمحوا فيها، ركزوا نحتاجوا كيما ليكزيرسيس بارجون كيما دروب سات بي سات جون سات. تاثر العضله، تاثر النوع الاول تاع لي فيبر وتاثر على النوع الثاني تاع لي فيبر، وهكا يكون عندك تطور كبير بالبزاف، يعني تكون النتيجه احسن من كنت تلعب يعني كشو الطريقه ولا النوع ولا اسلوب تدريب واحد. على هذه لازم تفاري في لونترينمون تاعك باش تكون عندك نتيجه احسن واحسن. باسكو دوك راك فهمت بلي ودي المشكل تاعك راه فيه عده انواع وكل نوع وشي طريقه تاثر عليه. باسكو بزاف الناس اللي تقسم على تلعب دروب سات على تلعب باغ اكزومبل النوع تاع ليكزيرس هذا يقول لك غير باش نضخ الدم اكثر، بصح تاع نضخ الدم اكثر فهمني. هنا تفهم بلي ودي مش فكره هذيك تاع كنت حافظ من قبل ودي غير نضخ الدم، لا دوك فهمت بلي راه عندك انواع تاع دي فيبر اللي لازم تعرف كيفاش تاتاكيهم، تعرف كيفاش تاثر عليهم، تعرف كيفاش تقطعهم باش يكون عندك نمو في العضله كبير بالبزاف. باغ اكزومبل كيما نرجعوا باغ اكزومبل الاف اس تي 7 فاسيا ستريتش ترينين نسمعوا به بزاف تاع هاني رومبوت، علاه تلعب هذا الاف اس تي 7؟ بزاف الناس اللي ما على بالهمش لما هذا الاف اس تي 7 لما ينفع. هذا النوع غادي توشي لنا غادي ياثر على الغشاء الليفي تاع العضله، يعني كشول لاكوش الفوقانيه تاع الليفي غادي ياثر عليها ويمددها. كل ما تمدد هنا تعطي قابليه للعضله باش تكبر اكثر وتزيد تتطور اكثر. يعني تفهم واحد الفكره هنا اللي غادي نوصلها لك باللي لي زونترينمون تاعك طرق التدريب تاعك الاسئله اللي بقالك تتمرن فيهم راك تلعب على حاجه واحده برك، هي الالياف العضليه والتاثير على الالياف العضليه والانواع تاعها، يعني ماكش تلعب على نوع واحد. فهمت الفكره؟ نظن الفكره راهي وصلت للجميع باللي لازم تنوع في التدريب تاعك، لازم تسي اساليب واحده اخرى في التدريب تاعك باش تعرف كيفاش تاثر على كاع انواع الالياف العضليه وتطور الجسم تاعك، تكون النتيجه اللي راك تحوستها ولا راك تحوس توصلها باسرع وقت ممكن. نظن هنا وصلتكم الفكره وراني وضحت لكم بزاف افكار. كاين نقطه بغيت نوضحها في خصوص المكملات الغذائيه، المهم هذه النقطه غادي تبان شويه بيزار ولا كشو بزاف الناس اللي ممكن ما يامنوش بها. كاين بعض المكملات اللي راكم تستعملوهم ياثروا لكم في النمو العضلي تاعكم، يعني النمو العضلي تاعكم ما يكونش نتيجه عاليه بزاف غادي ياثروا لكم على النمو العضلي. هذه النقطه ديروها مليح في بالكم في فيديو ان شاء الله اللي نديروا على المكملات الغذائيه، غادي نوضح لكم هذه النقطه. شي خلاصه اللي غادي نخرجوا منها من هذه الهضره كاع باللي في التدريب ما كاش يعني نوع تاع التدريب ولا كاين اكزرسيس معين ولا كاين فكره معينه اللي تطور بها الجسم تاعك. كل جسم، كل جسم تاع اتليت وعنده طريقه اللي تاثر عليه وعنده طريقه اللي تخليه يتطور. على هذيك شو البرنامج التدريبي الا كان عندك كوتش، الا كان عندك كوتش يكون فاهم ويتبع فيك مده قصيره يفهم الكور تاعك شنو ليكزيرسيس لي سي فري رياجي عليهم ولا شي طريقه تدريب اللي صح تخرج عليك وتخلي الكور تاعك يتطور اكثر. اذا كنت وحدك سي جرب كاع الاساليب، يعني كي نقول لك جرب الاساليب يعني مش في اسبوع ولا اسبوعين، سي اعطي الوقت لروحك جرب وتكون مع ريجيم اليمونتير تاعك يكون محسوب، شوف الطريقه اللي تخرج عليك، سي تلعبوا شويه بلا شارج، ما تبقاوش تلعبوا بالخفيف بزاف ما غاديش تشوفوا نتيجه لديك الدرجه، سي دائما تعلي في لا شارج تاعك، سي تكون عندك في التدريب تاعك كما قلنا تعطي وقتك في سيري تاعك، تعطي وقتك تركز مع العضله تاعك، الحركه، الحركه العضليه كما نقولوا سي ديرها كامله. برجم قال لك تلعب سكوات ما تعودليش نص برك، هود كاع هود كاع باش يكون تاثير العضله يكون بالبزاف وتقطع لي فيبر بالبزاف والنمو تاعك يكون بالبزاف. نظن راني وصلت لكم الفكره وراكم فهمتوا بزاف امور فيما يخص اساليب التدريب ولا فيما يخص لي مشكل تاعكم هذو اللي ما بغاوش يطوروا.
مازالوا كاين معلومات واحد اخرين، مازالوا كاين افكار واحد اخرين في دي فيديو جاي ان شاء الله، غادي نزيد نضحكم بزاف امور. وكان هذا هو الفيديو تاع اليوم، كان معكم يوسف الامين، والسلام عليكم.